نعيش سعيد على قناة اي تي سي، وجينا يعني للوقت او الفقرة المقربة الى قلبي وقلبنا جميعا ان شاء الله. ولحد ما التقديمات دي بالنسبة لي يعني، بس هي لازم يعني ندي لكل واحد حقه، والتقديمة دي يعني هي طالعة من القلب، بس يعني بيبان قوي ان انا الشخص ده قريبين بحبه يا بموت فيه. الملحن الخطير الرهيب، يعني ممكن نقعد بقى نقول دي للصبح، واللي راكب الساحة في الفترة الحالية. والفترة الحالية لما بنقول الفترة الحالية، في الفترة الحالية دي بقى لها سنتين ثلاثة قوي 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 ما شاء الله. وابن بلدي ابن سوهاج برضو، وعندنا كلام كتير جدا هنقوله معاه ان شاء الله. الرهيب الخطير عزيز الشافعي. بتمنى ما يتغيرش وفي غيري انا ما يفكرش، الوقت بقينا فوقنا بقى كسرت ورانا قولنا، لو مشينا وسايبنا عبالنا كده فجأة وجعنا. لمست ايدي عملت كونتاكت، الكهربا مسكت في الشرايين، كله بيبدا محنوح بعد كل ده بيروح. قطعت خلاص ما عارفك، وكل اللي عارفك وما بقاش في بينا سلام او كلام. حلوه وبتحلي اي مكان وتنور. اوريجينال من القلب للقلب على طول حبيبي، منورنا في عيش سعيد. انت والله منوريني، ومبسوط جدا ان انا معاكم النهارده، ودايما منورين اي تي سي. احنا عايزين نبتدي منين بقى؟ نبتدي من الاول خالص ولا نبتدي اول خالص وانا صغير يعني كده بقى؟ لا من الاول. لا شو قمت اول مره لحنت واكتشفت الموهبه؟ لا لا خطاك الشخصيه والشهات المعروفه دي. لا لا خلينا نبتدي من الاخر، وخلينا نبتدي بموضوع ان انت رجعت تغني بعد ما كنت 8 سنين ما بتغنيش. صح، ليه وقفت غنى؟ وايه اللي خلاك في حاجه تقول لا انا لازم ارجع اغني تاني؟ بصي، هو انا مش مغني او ده مش كارير يعني بالنسبه لي، او مش شغلانه يعني. انا بعرف نفسي دايما ان انا ملحن. أوكي. المشروع الاساسي اللي انا بدات فيه بقى لي قربت على 20 سنه فعليا يعني، هو ان انا ملحن. في وسط الفتره دي كلها في بعض الاغاني انا حبيت اغنيهم بنفسي لمسج معينه، مثلا زي يا بلادي مثلا في 2011، او جد الحسن مثلا مع عمر طاهر، حاجه انا حابب ان انا اللي اقولها بنفسي يعني، او اغنيه مختلفه عن اللي بيحصل زي الحقيقتي يعني، بره اللي كان بيحصل شويه، اغنيه رومانسيه وهابيه شويه فيها حاجه جديده في البيلد اب بتاع اللحن، فحبيت ان انا اعملها تبقى موجوده عندي. او زي دلوقتي مثلا بعد 8 او 7 سنين وشويه من لحقتي، اعمل اولاد الناس اللي هي برضو جديده على كشكل موسيقي وكغنوة، هي جديده على ودن الناس، مش على عزيز الشافعي بس، حتى تحديدا حتى على ودن الناس، الكومباينيشن اللي معمول بين كذا شكل موسيقي. فدي بتبقى عامله زي ستيشن او سيتويشن، انا يا جماعه عايز اقول كذا، زي ما بتكتبي الفنانين ما بيقولوا اصلها كانت حاله. هي حاله، هي دايما بتبقى حاله، كل الاغاني بتبقى كده، بس الغنوه دي تحديدا انا حسيت ان انا عايز انا اللي اقولها او انا اللي اغنيها يعني. هي غنوه اتعملت زي اي غنوه بعملها وبسمعها للمطربين في وسط الشغل، لكن بعد ما الاغنيه اتعملت باسبوعين تقريبا حسيت ان لا، دي الاغنيه دي انا هتبقى بصوتي يعني، انا هعرف اوصل. خليني برضو اسال سؤال تاني، اللي هو هل احيانا كده بتعمل لحن او كلام اغنيه وتقول الاغنيه دي لو كانت بتاعتي انا، لو يعني
مش قصدي بتستخسرها في في بتستخسر النجاح، بس قصدي ان انت مثلا تقول الاغنيه دي كان نفسي انا اللي غنيها. حصلت معاك قبل كده؟ لا، لان انا المتعه بتاعتي بتحصل لما الغنوه يغنيها حد مش لما انا اغنيها، لان انا ملحن. يعني شخصيه الملحن هي اللي طاغيه قوي عليا، ولما باجي اعمل اغنيه واتخيل فيها مثلا انغام مثلا، يعني مثلا بعمل حاله خاصه جدا وبسمع وانا بعملها صوت انغام، فبيبقى فرحتي الكبيره ان هي اللي تغنيها. مثلا بعمل حياتي مش تمام واحس ان رامي صبري هيبقى احسن واحد يغنيها واسمعه بيغنيها وينجح بيها، ببقى فرحتي اكتر من انا اغنيها كمان. حتى بعد نجاح الاغنيه بعد ما بتضرب ما بتقولش يعني ممكن لو انا غنيتها كان ممكن ما تنجحش، ممكن ما تنجحش خالص اصلا. مؤلف هو مركز اكتر ان هو يعني هو عارف اولوياته، هو ملحن ولما بيغني بيغني بقى شوفي بقى يعني كل مره بتبقى حاله ولازم تبقى اوت اوف ذا بوكس برضو، لازم تبقى حاجه في ماي بوكس على الاقل. يعني على الاقل في ماي بوكس، يعني اوت اوف ماي بوكس، عشان خاطر ابقى عملت حاجه يعني عملت ليه غنوه، يعني زي ما تسالين دلوقتي ليه غنيت. يعني انا لو هغني نفس اللي انا بلحنه، طب ما الناس بتغني واصوات جميله وناجحه والحمد لله هيت ورا هيت ورا هيت، طب انا بقى يعني ايه مثلا طمعان في اللي هم فيه؟ فانا لا، انا مبسوط جدا بان انا ملحن، وده يعني التارجت بتاع حياتي كلها ان انا ابقى ملحن مهم. وكل ما بوصل لمرحله واحس ان انا وصلت اللي انا كنت عايزه، بحس ان ده مش مفيش حاجه خالص، بحس ان لا لسه انا عايز حاجه اكتر، فما بوقفش. يعني الطموح في التلحين مش واقف. طب ايه اللي لمسك في ولاد الناس عشان تغنيها؟ اشمعنى دي؟ لانها مودرن قوي كشكل لحن، قريب جدا للي بيحصل دلوقتي في السوق، في الذوق العام كمزيكا، يعني كميوزك. كلامها هو كلام بيمثلني، كلام بيمثل الناس كلها، هو كلام عام يعني الاغاني العامه اللي هي مش رومانسيه، مش اغنيه عاطفيه، مش عن الحب. اغنيه بتتكلم عن الحياه، حتى الفيديو برضو مصطفى عامر لما عمله وعمل قصه الانسان لما بيبقى طفل لغايه ما بيموت، من هو بيتولد لغايه ما بيموت. فهي الغنوه فيها معاني انا احب ان انا اقدمها، يعني احب الناس تسمعها. طيب هنا بقى اجي لك بقى في الحته المهمه. قول انت لما عملت الاغنيه دي كنت عايز تثبت بيها ايه؟ ولا حاجه، مش عايز اثبت اي حاجه. مش هي سيتويشن وستيشن؟ فدي الاغنيه دي ستيشن، الاغنيه دي محطه. محطه ان ممكن يعني لو احنا قلنا ايه المورال، يعني أيوة، ان ممكن يبقى في مزج بين انواع موسيقيه يبان للمستمع انها متنافره او انها اعداء او انها مخاصمين بعض، او ان ده بياخد الشاشه من ده وده ياخد الشاشه من ده، او بياخد السماعه يعني حرفيا. زي ما احنا جينا مثلا من 2011 2013 اندر جراوند باندز ميوزك، اللي هي الاندر جراوند ميوزك يعني طغت، هي اللي بتعمل اعلانات، هي اللي بتعمل حفلات، هي اللي بتعمل مسلسلات، هي اللي بتعمل تترات، اي ات هي اللي بتعمله. وقال لك خلاص المزيكا اتغيرت والبوب ده مع السلامه، انتوا بقى شوفوا لكم شغلانه ثانيه بقى، ويعملوا ماكينه تيليكو ولا حاجه. وما كانش كده. في الاخر المستمع ما بيقبلش المونوتون. انت ممكن تبقى شكل موسيقي جديد فتبهرني، تبهرني اسبوع، تبهرني شهر، تبهرني سنه، تبهرني سنتين ثلاثه انت وشطارتك. لكن في الاخر لو ما عرفتش تعمل حاجه جديده من اللي انت بتعمله ده مش هشتريك. فبعد ده ظهر المهرجانات، والمهرجانات بقى خلاص دي بقى يعني قعدوا الناس في البيت، بقى المطرب الصغير اللي لسه بيبدا بدل ما يروح هو ما عرفناش نشتغل بدل ما يروح مثلا لملحن مثلا عزيز شافعي ولا محمد رحيم ولا مش عارف ايه، يروح يعمل له مهرجانات في دي جي مش عارف ايه وبتاع والكلام ده وخلاص، وهو كده مستقبله جه هنا. لغايه ما الناس زهقت من ده. احنا كنا موجودين، يعني ده بيحصل واحنا موجودين بنتنافس نحاول. يعني انا في عز الكلام ده عملت مثلا بتاع النعناع وخطوه، اللي هي كانت استنجاد بالفولكلور من طغيان المهرجانات على السوق العام. انتوا ودنكم دلوقتي هنا، فانا هخش برضو مش هتفرج على اللي بيحصل. محاولات بقى مني ومن غيري ان عمرو دياب يقرر ان هو يغني المقسوم بنفس السرعات دي بس بطريقته هو، فيعمل بديل مختلف خالص واشيك بكتير من اللي حاصل، فالناس تبدا تدي ظهرها للي بيحصل ده، فننجح ان احنا مش ننهي. مش عايز انهي حاجه، كل حاجه حلوه وكل واحد بيسمع اي حاجه مبسوط بيها خليه يسمعها، بس ما ينفعش يبقى الماركت شير مثلا 70% مهرجانات 30% كل الالوان الثانيه. ده ما كانش صح، ده كان مش مظبوط. دلوقتي لا، تعكست الآية، هم خدوا الحجم المناسب للإبداع والفاليو اللي بتحصل ودخل ناس تانية زي الراب والتراب. فجينا هنا نثبت مثلا في ولاد الناس، محاولة من ضمن محاولات كتيرة بعملها، زي ما قلت مثلا كرباج مع سميرة سعيد مثلا، الأغنية دي خطيرة، أغاني كتيرة كده بعملها، صعبة مع تامر حسني، أغاني كتيرة هي فيها مزج بين الذوق العام اللي بيحصل فيه، خلاص أنتوا عايزين
الراب بقى موضه في العالم وموضه هنا مش هنا بس، يعني كلام كتير لازم يبقى فيه كلام كتير، لازم ما بقاش فيه سينيو بيتعاد بنفس الكلام، ولازم كل مره تغير الكلام، لازم في تحديات كده شويه في الكلمات بالذات وفي الرص اللي هو الريتم اللي بيحصل. فعملت مثلا هوبا مثلا مع روبي، حطيت راب على ميلودي، اجي مثلا في كرباج او صعبه اعمل تراب مثلا على مقسوم مع الموزعين طبعا اللي اشتغلوا الاغاني دي طارق مدكور وعبد الرحمن، اكيد لانه بيرتبوا تيم عشان تطلعوا الحاجه الحلوه قوي دي. توما في هوبا وكذا. جيت في اولاد الناس مع اسامه منعم برده اللي وزعها، عملنا مزج، وكنت لسه بتكلم مع البوب قبل ال ماشي كده، هو برده يعني ايه ناقد موسيقي وعنده اراءه وارائه بيحب المزيكا قوي بيفرق فيها يعني ما بيجاملش. فقال لي ان هو مستغرب من الاغنيه، او ان هو شايف ان الاغنيه دي ان انا كان المفروض اعمل غنوه شبه اللي انا بعمله او جوه لون البوب اللي انا بعمله، لكن انا كان قصدي بيها كمل لك يعني كلامنا ان انا اقول ان في ارضيه مشتركه، انا مش هسيب الناس بتلعب في ملعب هو كان بتاعي ورثه كملحن من ايام سيد درويش لعبد الوهاب للموجي البليغ لعمار الشريعي لصلاح الشرنوبي لوليد سعد لرياض الهمشري، كل الناس المرحله دي كلها اقول لهم معلش اصل احنا دلوقتي الملحنين بتوعنا دول ما بيعرفوش يبقوا ترند، ما يعرفوش يعملوا اغنيه ناجحه، لا احنا نعرف نبقى ترند ونعمل اغنيه ناجحه، يا اما بالبيور بالاوريجينال بتاعك، يا اما تعمل شويه يعني تعمل شويه تجارب مع اللون ده، تحاول تدخله عندك، تخش عنده، لان هم نفسهم في الراب زي ما قلت لك من شويه راحوا للبوب، لما لقى نفسه، وهو ده ذكاء على فكره، ده اللي هيخليه يعيش اكتر، لما لقى نفسه مزنوق بشكل موسيقي مضطر ان هو يكرره عشان يعيش اكتر وعشان حياته تبقى اطول في المزيكا، راح للبوب. فايه اللي يمنع ان عزيز الشافعي اللي هو بيلحن بوب يروح للتراب او يروح للراب او يروح للبلوز او يروح لاي حاجه؟ ايه المشكله؟ رد يحترم بصراحه، كيفني. لا انا واخد راحتي معاكم كاننا قاعدين يعني يعني كلام موزون يعني مش كلام يعني ايه ما فاهم متبلور كده وده حلو جدا. طب انا عايز اسالك بعد تجربه يا بلادي، اغنيه وطنيه واغنيه فعلا اثرت في الناس، انا واحده من الناس يعني وسط كل الاغاني اللي نزلت دي، ومن الاغاني اللي كانت بتسمعها انت نفسك في ايموشنز كتير كده، فجاه بتحس باحساس حب رهيب للبلد وانت نفسك تنزل تضحي في اي حاجه. فانا عايز اعرف ليه من بعد 2011 انت ما كررتش تجربه الاغاني الوطنيه تاني، وعايز افهم انت نزلت منها اتنين فيرجن، انا سمعت فيرجن ليك لوحدك وفيرجن تاني مع الفنان رامي جمال. فعايزه اعرف قصه الاغنيه دي وليه ما كررتش تجربه تاني. بصي الاغنيه الوطنيه دي اصلها عامله زي الكمين، يعني انا بالنسبه لي لو هعمل اغنيه وطنيه، لو في تكليف باغنيه وطنيه هنعمل اغنيه وطنيه على الموقف اللي هو المطلوب مننا ان احنا نعمله، هيبقى ليها مناسبه او ليها حدث. لكن لما تعملي اغنيه وطنيه لوحدك كده في الهواء الطلق، لازم تبقى بالنسبه لنا لازم تبقى رساله او حاجه مهمه لازم تتقال. يعني مثلا زي الاغاني اللي كانت بتعمل في 56 مثلا في العدوان الثلاثي، او في قبل الحرب في 67 73، لو عملنا 500 اغنيه ساعتها ليها هدف ومحسوسه كمان. ومحسوسه وبتتكلم على لغايه دلوقتي بنرجع نسمعها تانية، مثلا يا حبيبتي مثلاً يا مصر والحاجات دي، طول ما احنا بنبني وادي احنا بنينا السد العالي بالزبط. مش عارف يعني اغاني فدادين 5 مثلا اللي هي كانت مع التاميم مع الاصلاح الزراعي، الحاجات دي دلوقتي لو انا عايز اعمل ده هبص برده لمشروع مهم مثلا زي العاصمه الاداريه حاجه زي كده، وهحاول اترجم الحاجه دي لحاجه فنيه. لو عرفت اترجمها لحاجه فنيه فعلا تحس الناس بانجاز زي ده او غيره هعمل ده. ما عرفتش او حسيت ان انا مش عارف اترجم ده يبقى اسكت احسن، ما اعملش حاجه لا انا مصدقها ولا اللي هيسمعها مصدقها، فتبقى خلاص يعني اغنيه اتحسبت عليا ان انا بس عملت اغنيه وطنيه. انا احب ان انا ابقى عامل حاجات اقل بس ترجعي لها تلاقيها مهم. فده الاغنيه الوطنيه لازم تبقى قصدي انها تبقى حاجه محسوسه، لازم نحس بحاجه، احنا دلوقتي عندنا ازمه معينه عايزين نتكلم عنها مع الناس، مش بس حب مصر وحب نهر النيل وروح الاهرامات يعني انا عايز اعرف. بس انا برضو سالت السؤال ده طبعا الشاعر الكبير تامر حسين، وقلت له انتوا الاول بتبداوا باللحن ولا بالكلام، ولا الكلام ولا الاول اللحن؟ الموضوع طويل قوي. هو ممكن يبقى فيه لحن انت تلحنه وتقول لا انا حاسس ان ده في يوم من الايام هيتكتب له كلام وطني؟ لا هو عدله الشغلانه عندنا هتلاقي شغلانه معدوله كلمات وبعد كده لحن. في ناس تانية بتعمل تيم
ودي انا ما بفهمهاش او ما اعرفش اعملها وما بحبش اعملها لان لازم اكون متاثر بالكلام عشان اعمل جمله. لكن اعمل جمله كده بس سمعت لحن اسباني عجبني فاروح اتعامل حاجه زيه واخلي واحد يكتب عليه، ده بحس ان هو مش فن، بحس ان هو يعني بلاستيك شويه. لكن هي العدله بتاعت الشغلانه كلام بيتكتب، فالملحن يحس بالكلام ده فيبدا يختار المقام او شكل الموسيقي اللي مناسب للحاله الشعوريه دي فيبدا يترجم الكلام باللحن. غير كده بقى يعني مش معرفوش يعني. اوكي. يعني هو ليه طريقته كده في الشغل. أيوة. هو يعني كل واحد وليه طريقه، بس هو اللي هو بيقوله عشان يعني المصداقيه وعشان انا قدام كاميرا وقدام شاشه وبتاع مش عارف ايه، اللي هو بيقوله صح 100%، ما اقدرش اجادله حتى فيه. ابقى انا ما بعرفش اشتغل الشغلانه دي وابطلها من الاخر، فاللي هو بيقوله صح 100%. طبعا هي عرف العالم كله كده، لازم الكلام وبعد كده. يا بوب انت فاهم المزيكا، انا كنت اسال عشان يعني حتى واحنا قاعدين قدام قدام تبرسين ما رضيتش ارد. لو هتلاقي الحته دي بالذات هتلاقيني وقلت ايه يعني ده بيشتغل كده وده بيشتغل كده. لا بس الاغلب ودي صح ودي صح، بس الاغلب بيشتغل، ده موضوع طويل. الاغلب بيشتغل تام وبيعمل مفيش مشكله، بس اصدرك انا مدرستي انا ما تقبلش ده، ما تفهمش ده. لكن في ناس مش معنى كده ان هم وحشين، هم بس بيشتغلوا بالطريقه دي. فبيجي مثلا ملحن يعمل تيمه ويبعثها لشاعر كبير زي تامر حسين، شاعر كبير زي امير تيمه، يبدا هو بقى العكس بقى اللي بيحصل. الشاعر اللي بيقرر يعيش الحاله الشعوريه بتاعت اللحن ويترجمها الكلام، بس دي عامله زي ما تكون ايه، اقول لك مثلا خد اليو تيرن ده فتروح انت اخر الشارع عشان تاخده. ما هو لا بس انا ليا تحليل تاني يعني فكرت فيه كده دلوقتي. يعني لو هنقول مثلا فكره طب وهندسه، احنا نقولها كده دي وجهه نظري يعني، فهو طب هو اكاديمي يعني عزيز اكاديمي جدا، ده اللي انا بحسه يعني. يعني قاري حافظ فاهم كل حاجه الباكج، فانت دكتور في الحته دي. بس والله حاجه انا مهندس بس يعني لا عاجبني التفسير، عاجبني التفسير ده يا فاهم يعني انا اتخرج ولا مهندس يا عزيز؟ انا خريج هندسه. طب ماشي انت بس بالمزيكا هقول لك المزيكا في المزيكا دكتور لا يعني انا مش ما درستش مزيكا في اكاديميه عشان ابقى يعني مش لازم تدرس. عارف انت اللي انت بتقوله ده ممكن يبقى مثلا واحد زي محمد رحيم. محمد رحيم اكاديمي جدا جدا. خالد عز دول ناس وغيرهم انا بس اللي بيجي في بالي بقوله يعني طبعا. دول ناس اساتذه في اللي بيعملوه، اساتذه في المزيكا. يعني الملحن في الاخر ممكن يبقى حتى ما بيعزفش آلة، الملحن كملحن ممكن يبقى بيلحن في دماغه بيتأثر بمود معين فبيلحن. لكن الموزع الموسيقي مثلا او الراجل المايسترو او الراجل اللي دارس مزيكا ده لازم يبقى بيعزف واكاديمي وكذا وكذا. لكن التلحين موهبه زي الشعر كده، ممكن انت تبقى بتلحن كويس من غير ما تدرس اي حاجه خالص، بس انت بتكتب كويس كمان. الحمد لله. ايه بقى الحكايه؟ كنت لسه برضو بتكلم في القصه دي. هقول انت بتتزنق صح اللي هو لا انا عندي مشكله ان انا الخاطر اللي بيجي لي بيبقى كلام باللحن. يعني انا ما بيجيليش تيمه لكن بيجي لي موضوع، يعني يبقى قاعد كده فالاقي نفسي بقول تطلع الاغنيه كامله زي ما انت مثلا او بتاع النعناع او اي غنوه مثلا. فعشان كده بكتب، لان لما بعمل موضوع زي ده بحس انه حلو فبيبقى صعبان عليا انه يعني ما ينزلش. وصعب ان انا مثلا اكتب حاجه واخلي حد تاني يكملها زي مثلا ما كان بيعمل بليغ حمدي مثلا، لان انا بعمل الموضوع كله بحس بيه كله. بليغ حمدي كان بيكتب دخول اغانيه، يعني بيجيله الخاطر الموسيقي اللحن بالكلام بس نفسه قصير ما يقدرش يقعد يكتب بقى، هو بيكتب الدخول والبتاع ويجيب شاعر اكتب لي بقى في الموضوع ده، فيبدا يكتب وهو ايه يلحن اللي بيتكتب. انا نفسي طويل شويه او الاغاني بقت اقصر فبقيت اقدر بقيت اقدر اعملها كلها. ايوه يعني بس يعني الحلو في القصه ان هو برضو لخصها يعني ما يعني انت اللي بتكتب في الاخر، مش هيجي في الاخر يكتب هو دخول وحد يخلص ويروح كاتب عليه عزه. ده كمان لان الناس اللي انا اشتغلت معاهم كلهم في تاريخي يعني الصغير ده او الكبير كلهم شعراء كبار. يعني انا اشتغلت مع عواد بدوي، اشتغلت مع عمر طاهر، اشتغلت مع نادر عبد الله، اشتغلت مع تامر حسين، اشتغلت مع امير طعيمه، اشتغلت مع شعراء امام بهجت قمر كل بهادي محمد، فاشتغلت مع ناس كبار. هيبقى حاجه يعني تتكسف انك تقول لهم ايه اصل انا عندي كلام تكملوه، لا هو بيبقى جايب لك الموضوع كامل، لكن اغانيك اللي انت بتعملها بتنزلها بكلام كامل. عملت مزيكا مختلفه وجديده للفنانه سميره سعيد، طبعا هي هي متجدده يعني هي ما شاء الله عليها طبعًا. دايما بتحاول ان طبعًا. هي تبقى سابقه وتبقى متجدده في كل الحاجات اللي بتعملها طبعًا. بس كرباج الاخيره دي مختلفه. ممكن بقى تكلمنا على الكواليس، ازاي اخترتوا بقى التفاصيل بتاعتها عشان تطلع حاجه حلوه قوي كده؟
هي كانت اغنيه غريبه، وانا لما عملتها برضو في 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 دائره البحث عن التجدد جوه البوب يعني مع الناس الثانيه، فسمعها طارق مدكور. طارق مدكور سمعها بشكل انا كنت عامله كده يعني عتباوي كده يعني كان لوبايه وبتاع. لا مش كانت مقسوم في الاول، كانت زي ما هو عملها والله. يعني بيلد اب ده زي ما هو عملها، بس بس باصوات انا بقى يعني اصوات شويه اصوات واخدها من توما كده بعد اشتغل بيها. فسمعها قال لي دي جامده جدا، دي حلوه جدا وتعمل زي ما هي، بس هنعمل بقى في شويه مزيكا وهارموني والاصوات بقى بتاعت طارق مدكور وكذا، ودي سميره سعيد. وفعلا سمعناها لسميره سعيد وعجبتها جدا من الاول، ونفذها طبعا طارق مدكور رائعه يعني. فمن من الاغاني اللي انا بعتز بيها موسيقيا يعني، يعني هو فيها لما الناس هتسمع تاني وتركز فيها هتلاقي ان فيها جديد في الكلام، فيها جديد في بيلد اب بتاع الاغنيه، مش مذهب وسيني وكوبليه وكذا، لا حاجه تانية خالص. انواع مزيكا وفيها كذا نوع مزيكا، فهي اغنيه يعني حلوه بالنسبه لي من الاغاني المهمه في حياتي. اغنيه مهمه جدا وفيها يعني هي عارف الاغاني اللي بالتاكيد عارف ده بيبقى فيه اغنيه كده بتسمعها لاول مره ماشي تمام ايوه انا في حد مجنون هنا اشتغل وبتاع مش عارف انت عملت ايه بس تمام تمام تسمعها تاني مره تجيبك بقى. تبتدي تجيبك. فهي عشان الاختلاف هي فيها هي زي ما انت ما قلت فيها بيلد اب وفيها اشكال مزيكا مختلفه، فيها روك صح وفيها مقسوم صح. يعني اللي هو ازاي ده ازاي ده مين المجنون اللي عمل كده؟ فتعرفي على طول ما هو المجنون اللي عمل كده هو يتقبل ده مني عشان هو اخويا الكبير يعني، هو طارق مدكور يعني. صح. التاني اي موزع تاني هيخاف. وكان وحشنا طارق ان هو يعني طبعا اشتبك يعني اشتبك طبعا طبعا كانت من الاغاني الحلوه. وسميره سعيد زي ما انت قلتي هي اصلا رائده التجديد من يومها يعني، يعني هي كانت بتفاجئنا، بس هي من ساعه ما غنت وهي بتفاجئنا بس. ايه ما شاء الله عليها مفيش لون ما عملتوش يعني، كله بيلي عليها دراما تماما، الاغاني السريعه، الاغاني حتى اختيارها تانجو لسه ما راحتش في حته التانجو دي، اختيارها للموضوعات كمان اللي بتتقال مختلف. تفتكر عندها حاجه تانجو تفتكر؟ قربك نظرة عيني في القلب عدلت المزاج والاحتياج والشوق زيادة كل مادة الغرام على قلبي نادى اللي فات حمادة واللي جاي حمادة. وانت بتعمل لحن وجايلك كلام مثلا تعمل لحن معين، انت علاقتك بالفنانين خلاص بقت فاهم دماغ كل واحد رايحة فين، فهل انت ممكن تعمل لحن على كلمات معينة تقول انا اللحن ده انا عارف ان فلان هياخده؟ انت بتبقى عارف هو اللحن ده رايح لمين وفعلا بيبقى اللي جه في بالك ده هو ده الصح؟ بتحصل كتير، بس بعض الاحيان ما وجهات النظر دي ما بتتقابلش يعني، ببقى انا شايف فلان وسمعه الاغنيه فما بتعجبوش يعني ما بيشوفهاش في نفسه، لكن في الاغلب انا ببقى عارف وانا يعني بتطلع معايا اغنيه فكره بحس ان اقرب حد ليها هو فلان وبعديه فلان وبعديه يعني بيبقى في محطات معينه كده، مثلا الاول مثلا اغنيه مثلا لايقه على حمائي مثلا فخلاص انا هسمعها لحمائي لان هي اوريدي متاكد 100% ان هو هياخدها. ممكن تيجي ممكن ما تجيش معايا، ممكن يبقى هو مش عايز يروح الحته دي دلوقتي او ما حبهاش. بتحصل، بس في الاغلب عشان ابقى يعني كاميرا وانتوا اخواتي يعني، لا في الاغلب لا ان الرهان ده بيطلع صح لما ببقى شايف حد في اغنيه بتعجبه زي ما هي عجباني. عشان دايما المطرب عنده في وجهه نظره حتى لو الملحن اخوه ان هو جاي يخلص الاغنيه دي جاي يبيع له الاغنيه دي شايله ويقول له الله بقى لو غنيتها بالشكل الفناني وعملته وبتاع، فدايما عنده المطرب بس دايما بس في ثقه ما بينهم شويه لو هم عارفين بعض لو ايه وهو عارف هو يقولها هو عارف ايوه ما هو في ناس ما بترجعش وراك اكيد يعني ماشي. بقى في ثقه ما بينكم ان انا مش هراجع ورا عزيز ساندي ما بترجعش ورايا مثلا ندخل بقى على لكن ساندي لكن لا في الاغلب في الاغلب المطرب ممكن يبقى له وجهه نظر غيرك عادي يعني. كان في تعاون حلو قوي مع ساندي، عملت لها رجوع ليها للساحه الفنيه تاني بثلاث اغاني حلوين قوي وكان اخرهم بعد التان والاغنيه صراحه عملت ضجه كبيره على السوشيال ميديا سبيشالي ان هي كانت في وقت صيف واخدت عملت المود بتاعها. كلمني شويه على التعاون مع ساندي، وكمان انت قلت ان هي من الناس اللي ما بترجعش وراك. هي بصراحة ساندي ذوقها الموسيقي أو الغنائي قريب لذوقي، فالأغاني اللي بتعجبني حتى في العموم بتبقى عاجباها، فلما بعمل لها أغنية بسمعها لها أقول لها ساندي تعالي نغني الأغنية دي بتعجبها يعني،
قليل قوي لما مثلا يبقى في اغنيه بسمعها لها وهي ما تروحش معاها قوي. انا زمان اشتغلت معاها في اغاني كانت بتاعت اطفال في برنامج اطفال كان بتعمله لشبكه التلفزيون يعني معينه. عملنا اغاني على عيد ميلاد واغاني لطيفه للام وعملنا حاجات دمها خفيف موجوده لغايه دلوقتي احلى من الفانيليا وكل سنه وانت طيب حاجات كذا حاجه اغنيه يعني. وعملنا قريب برضو من سنه ونص او حاجه اغنيه ازيك النهارده كانت كلمات تامر حسين توزيع هاني يعقوب. وجينا دلوقتي بقى نتعاون في مشروع انتاجي كده جديد نحاول ان احنا نعمل شويه اغاني يعني احنا لسه عملنا غنوتين لسه في اغاني ثانيه مختلفه في حتت مختلفه عن اللي كانت ساندي بتقدمه او بطريقه ثانيه بطريقه عزيز الشافعي يعني الموضوع. فعملنا بعد التان وعملت صدى حلو جدا وهي كانت بعدها على طول الحاله الحاله الاثنين كلامي ولحني غنوه الحاله الحاله توزيع اسامه الهندي عمل فيها برده مزيكا يعني عايز الناس تسمع الغنوه دي تحديدا وعامله شغل حلو قوي على التيك توك وعلى اليوتيوب دلوقتي وهي لسه نازله قريب يعني. ومن الاغاني اللي انا مبسوط برده بالبيلد اب بتاعها رغم ان هي نسمعها لهم في الحلقه رغم ان هي اغنيه مقسوم نسمعها لهم رغم انها اغنيه مقسوم لكن هي جديده كبنى وكطريقه كلمات ولحن جداد يعني شايف فيهم حاجه جديده. وانت قلتي كمان يعني الاغنيه نزلت ايه عملت صدى جامد على السوشيال ميديا اصل لو ساندي ما عملتش صدى جامد على السوشيال ميديا ما تبقاش ساندي. ايوه صح ده بجد والله العظيم يعني انا اعرف ساندي من السوشيال ميديا فهي لو ما عملتش صدى جامد على السوشيال ميديا يبقى خلاص يبقى عزيز للاسف في الحته دي ما جاش خايش للاسف لا بس ترو لا عمل شغل حلو جدا ما شاء الله الحمد لله. انا بتوتر لما بروح في مكان عارفه اني اشوفك فيه وافضل افكر هلبس ايه وهقول لك ايه وازاي شوقي اخبيه خايفه الجو يحرر خايفه الدنيا تمطر خايفه اني اوصل بدري شويه وخايفه عليك اتاخر. طيب هنكمل حوارنا وطبعا اكيد هتستنونا هنروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا ما تروحوش في اي حته واستنوا معانا في عيش سعيد. ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا ومعانا الملحن الخطير عزيز الشافعي. وعايزه بقى اسالك على الفنان بهاء سلطان. انت حبيبي. كنت انت كنت من الناس برضو المهمه في حياته حاليا في الفتره دي بعد غياب طويل رجع بالاغنيه اللي علمت مع الناس كلها انا غلطان. انا عايزه اعرف اخترتوا الموضوع مع بعض ده هو اللي رجعه اللي رجع دي ازاي غلطان ايه بس هو اللي رجعه ده احنا اللي غلطانين انا غلطان اني رجعته انا غلطان مين بس في الحلقه ده ده هو الراجل ده اللي رجعه يعني ما شاء الله بهاء مش محتاج يعني بس هي شهاده حق يعني هو مش هنضحك على بعض هو رجعه الفنان بهاء سلطان فنان كبير طبعا وكان وحشنا صوته جدا واغنيه انا غلطان يعني صممة. هي مفيش عليها لا انا بحبها صراحه مفيش عليها اي يعني ما ينفعش حد يعلق عليها خالص فكلمني عن الاغنيه وكلمني عن يعني ساعدت الفنان بهاء سلطان في الرجوع باغنيه قويه زي دي ازاي. انا غلطان كانت في البوم سيجاره اللي هو اخر البوم مع فري ميوزك نصر محروس واغاني الالبوم ده كلها اتعملت في 2014 تقريبا بما فيها انا غلطان ليالي طويله بحب ولا اغنيه يعني اللي هي اربع اغاني في الالبوم. الاغنيه الوحيده الجديده هي كانت تعالى دلعك وهي دي كانت الكامباك يعني الكبير لبهاء سلطان مع نصر محروس في غنوة تعالى دلعك اللي هي كانت كلماتي والحاني وكانت توزيع امير محروس. في الالبوم كانت في غنوة انا غلطان وليالي طويله وبحب ولا اللي نجح في الاول خالص تعالى دلعك خدت الدنيا وبهاء سلطان يعني رجوع كبير والحمد لله مستمره لغايه دلوقتي. انا غلطان ما نجحتش ساعتها بعدها بشهر ونص او حاجه كده راحت فايرال بقى الناس بدات تغنيها كفرات كل الناس بتغنيها كل الناس الجو ابتدى يتغير كده الناس ابتدت تركز الناس هديت شويه فضلت طبعا تعالى دلعك موجوده في كلابس في كل السهرات والافراح والكلام ده لكن انا غلطان فضلت هي الغنوه اللي المطربين اللي صوتهم حلو بيحبوا يغنوها لان الاغنيه فيها كذا مقام موسيقي وفيها كذا جمله ما فيهاش جمله واحده مش مذهب وسينيو وكوبليه لا فيها تركيبه برده مختلفه شويه بتغري اللي بيعرف يغني
انه يسمع الناس صوته بيها، لان بتخلي صوت احلى وبتخلي المطرب يحس بتمكنه وموهبته. فطبعا بهاء سلطان صوت مصري قوي سليم، صوت ليه كاريزما، صوت مش زي اي حد، ليه طريقته في الغنى، بيغل في اللحن بطريقه بهاء سلطان، فبتروح في حته مختلفه. فكان مهم ان بهاء سلطان يرجع قوي، ورجع فعلا رجوع قوي جدا، خلاه يبقى موجود على ترند كل الوسائط، يعني كل مواقع المحتوى، ده حتى ماي سبيس اللي بطل كان عليه ترند من شهر يناير لغايه ما احنا دلوقتي، لغايه ما بدا الالبوم الثاني بتاعه اللي هو مع روتانا. وبرده كان من حسن حظي، وانا كنت شايف ان ده كمين، يعني ان هم ينزلوا اول اغنيه ليا برده معاه في الالبوم ده اللي هي دلوقتي عجبناكم، كانت كلمات من القيع وتوزيع احمد عادل، وبرده استمر النجاح، والاغنيه دي برده قلبت الدنيا على السوشيال ميديا برده، ونجح برده البروجكت. وده حلو لان الاصوات اللي زي بقى سلطان، زي شيرين، زي رامي صبري، الاصوات المصريه اللي هي متمكنه دي، اللي هي مطربين بجد اقوياء، زي انغام طبعا، زي يعني كل الناس اللي احنا بنفخر بيهم دول، لما بيتواجدوا كتير بيقدروا ينجحوا زي احمد سعد. المشكله الانتاجيه في المزيكا بتاعتنا مخليه ان في اصوات كتيره قويه ما كانتش قادره تتواجد بشكل كبير، لان الانتاج قليل مش زي زمان، شركات الانتاج قليله، الحاله الموسيقيه الانتاجيه بعافيه شويه، ففي اصوات ما كانتش عارفه انها تبقى موجوده. لما نشطنا والدنيا اشتغلت وابتدى الناس تنزل وشركات تتشجع او المنتجين يتشجعوا، لقينا بهاء بينجح، لقينا احمد سعد بينجح، فعلا الفنانه انغام كانت كلمتك قالت لك انت ازاي ما ادتنيش الاغنيه دي، ازاي ما سمعتنيش الاغنيه طبعاً دي. طبعا انا شخص من فانز انغام، يعني انغام بالنسبه لي مش مطربه اشتغلت معاها، حاجه تانية خالص، فهي دايما ليها مكالمات معايا كده اللي هي بدون سبب، مكالمه كده عشان تعلق لي على جمله في اغنيه، عشان تعلق لي على حاجه، يعني هي هي كمان نفس مدرستي انا في المزيكا، اللي هي مدرسه محمد عبد الوهاب، احنا الاثنين من عشاء محمد عبد الوهاب، فذوقنا برده قريب جدا. فكلمتني على اغنيه انا غلطان، ان انا ايه، ما انا جزه يعني انت ليه ما سمعتنيش ازاي ما عدتش عليا دي بقى. بس هي اغنيه بقى، ما انا قلت لها بقى، هي اغنيه معموله من مده طويله جدا، يعني 2014 سنين، يمكن انا ساعتها ما كنتش لسه بشتغل مع انغام. والغريب في الاغنيه دي يا بوب انها تبقى اغنيه قديمه معموله من زمان، حتى هي توزيعات ما جددتش فيها اي حاجه، حتى لما جيت تنزل هي زي ما هي كده، ما عملناش حاجه بعبالها كده، زي ما هي عملها هاني محروس مكسجها ونزلت زي ما هي بنفس الشغل اللي عمله طارق حسيب وكل حاجه، انها تبقى موجوده. ده بيبين لك حاجه، الترند مهم والمزيكا اللي هي اب تو ديت مهم جدا، لكن الحاجه اللي فيها فاليو، الحاجه الحلوه بالظبط، الحاجه الحلوه موضة. مش بيروح عليها مهما ادمن، بره الموضه وبره اي حاجه بيروح على ايه بس حبيبي ولا على باله لغايه النهارده تتسمع عادي، وتتسمع اغنيه جديده كمان، اغنيه جديده بس. طب انا عندي سؤال من جزئين رخم، اتنين فيهم رخامه يعني، وفي ارخم، بس يعني دول يعني ارخم حاجه جت في دماغي دلوقتي. ايوه. بدون ذكر اسامي، اكيد مليون في المية انت بتتعامل مع المطرب او المطربه الفزلوك او الفزلوكه. ايوه. بتحصل، راح بلحن وبتاع مش عارف ايه، فهو يجي بقى ايه يجود، يعدل لك حته في اللحن، يقول لك مش عارف ايه، لا هي لو كانت اتعملت بالحته الفلانيه هتبقى مش عارف ايه، لو كانت عملت بياتي، لو كانت عملت مش عارف ايه، لو كانت عملت ايه، انت بتتعامل مع ده ازاي؟ حصل قبل كده ان ده تسبب ان احنا ما نشتغلش في اغنيه معينه مع حد معين بدون ذكر اسامي، مطرب كبير يعني، ان هو اشتغلت معاه اغنيه غير فيها، بعد بس غير فيها من غير ما اعرف يعني، بعد ما سلمته للغيره ده عسل، نزلت متغيره امر واقع وعدت. طيب جينا عملنا اغنيه تانية، فقال لي انا عايز اغير لحن كذا يبقى كذا، مش غيره انت. لا انا غيرته يعني، فوقفنا هنا وقفنا بقى، قلت له انت غنيها زي ما هي، مش انا ما بحبش اغير، بس عشان خاطر انت هتلحن لحن، ادي العيش تخبازه يعني، قصدي انت هتعمل لحن في الاغنيه اعمله من حقك وجهه نظرك، لكن انا لحني لو في تعديل انا اللي اعمله.
فالموقف ده تسبب ان احنا ما اشتغلناش الاغنيه دي وقعدنا فتره ما بنشتغلش. قول لي عايز تعمل ايه يا تقنعني يقنعك يا اما مش هعملها. بيحصل ده دلوقتي يمكن برده ده حصل زمان، واحد برده كان لسه يعني بيبدا بس ملاش دعوه اظن هي طبيعه، في ناس فزلوكه بطبعها. بس انت وانت بتبدا ممكن حد يقول لك كده فتقول له ايه طب ماشي خلاص براحتك اه بتاكل عيش اشتغل بتاكل عيش. انا لا انا كان عندي موقف مع ان هو يعني حد كويس يعني طبعا، قلت له لا والله مش انا بعتذر. قال لي ما يعني بمعناه ان ده مش قران كريم يا زيزو يعني هو مش قران كريم فعادي ان احنا نعدل. فانا كنت شويه خليتني الكبرياء لا هو مش قران كريم بس هو عندنا حاجه مهمه الصعيد اللي جواك السؤالي بقى طلع بس هو كده وما اشتغلناش ساعتها الاغنيه. بعد كده حصل من ناس تانية ان بقى بعمل غنوه فيبقى ايه عنده راي لا ما تيجي نغير ما نعمل بنتناقش وهو لو اقنعني انها مش حلوه انا اللي بغيرها. يعني ما انا زي ما قلت لك اقنعني يقنعني يغيرها هو ان المطرب يغيرها دي بقى حاجه صعبه جدا. طبعا دي حاجه بتبقى يعني يعني الغنوه دي كل ما بسمعها اللي انا بتكلم عنها دي مره واحده حصلت طبعا بحس ان انا مش عايز اكملها وهي لازم اعرفها بعد اللقاء. هقولها لك. طيب دي 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 حاجه. تاني حاجه انا راجل يا عم معايا فكه، معايا فكه كتير. تمام ما شاء الله. يعني الحمد لله. فجبت لك كلام زي الزفت. وقلت لك لحنه يا عزيز. يعني اديني فلوس عشان الحنه يعني. انت بقى منتج دلوقتي ولا شاعر؟ اعتبرني اي حاجه. هو معاه كلام وعايز يلحن يعني ومعاه فلوس. انا من بتوع اليومين دول يا عم معايا شويه فكه حلوين وبتاع مش عارف. لا لو الكلام مش حلو مش هشتغل. لو الكلام مش حلو مش هشتغل. جواب نهائي؟ جواب نهائي. مفيش اتصال بصديق بتاع اي لا 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 لو الكلام مش حلو مش هشتغل. حتى لو الفكه كتير؟ هقول لك ليه هقول لك ليه. انا مش هسيب فكه يعني لو انا عايز اسيب لاولادي فلوس يعني فهي الاحسن اسيب لهم اسم واسيب لهم سمعه. ف ده بيشكل حاجات كتيره في قراراتي. يعني انا ممكن حد يطلع مثلا يهاجمني انا ما هاجموش لان انا ما احبش انزل لمستوى يبقى فيه بنتي او ابني او حد بيحبني حتى فانز يعني اخي مش يحس ان انا قلت كلمه هو كان راسم لي صوره تانية. فعشان نفس الحكايه برضو انا مش هعمل اغنيه الناس تحس ان ان ان, إن انت عملتها عشان يعني كلامها وحش قوي انت عملتها عشان حاجه تانية عشان خاطر تشتغل عشان تاكل عيش او كذا. لا لو الكلام حلو محدش بيكره الفلوس. يعني انا احب الفلوس جدا انا بشتغل عشان اكسب فلوس مش بشتغل يعني عشان حاجه تانية. لكن لو الكلام حلو هشتغل وهقبض حقي كملحن وهبقى مبسوط. لو الكلام وحش فهو هينزل مني هينزل من مستواي الفني اللي انا بقالي 20 سنه بعمله. فده اغلى من الفلوس. من الاخر القرار هيبقى لا. جميل جدا. اتفضل يا فندم اتفضل. انا عايزه بقى اسالك على تقريبا هم معرفش هم 8 9 12 17 اغنيه لنادي الزمالك لوحده. دخلت انت كده بقى في حته خطر خالص. ايه الموضوع ده كتير؟ لا يعني انت اديتهم وقتك كتير ومجهود كتير. حبك لنادي الزمالك باين من ال وجاي في القناه وجاي في القناه المظبوطه كمان. طبعا احنا قاعدين في بيتنا يعني بالظبط. انت زملكاوي نمبر 1 يعني الزمالك بعدين يجي اي حاجه تانية صح؟ انا حاسه لا انت مش عارف كام اغنيه للزمالك. يا بنتي عارف انا بنكش بس استنى انت اشتغلي وانا انكش. فايه ايه موضوع الاغاني الكتير قوي لنادي الزمالك دي؟ هل انت بتعملها منك لنفسك كده حب في نادي الزمالك ولا انت بتبقى ده شغل ولا في منهم كده وفي منهم كده؟ لا الزمالك ما مش شغل خالص وعمره ما كان ليه عائد مادي او اي حاجه ليا بس كان ليه عائد معنوي كبير اكبر بكتير من الفلوس زي ما كنت بتكلم مع ايهاب دلوقتي. ان الناس الزملكاويه في وقت اللي انا بدات وقررت فيه ان اغني للزمالك اللي هو كان في اعز ازمات نادي الزمالك يعني الاغنيه بحبك يا زمالك الاغنيه خالص دي كان في وقت الزمالك ما بيكسبش فيه حاجه خالص ما بينافسش على حاجه خالص مش ما بيكسبش بس يعني لا بيكسب ولا بينافس كان اسود ايام في تاريخ الزمالك. فساعتها انا غنيت للزمالك مش غنيت للزمالك وهو كسبان الدوري وكسبان مش عارف ايه ولا انا غنيت للزمالك وهو ما بيكسبش حاجه خالص وفي اتجاهه لان هو يبقى نادي مش قمه عشان تفكر الناس ان انتوا لو زملكاويه هو الزمالك في قلبنا مش عشان بيكسب او بيخسر. احنا كزملكاويه دايما بنقول الكلمه دي احنا بنشجع الزمالك عشان يكسب مش عشان بيكسب. ده فرق بين المنتاليتي بتاعت جمهور وجمهور. مش وحش ان الفرقه تكسب طبعا انا هحب الناس تكسب بس انا هشجع الزمالك حتى لو بيخسر يعني دي قناعتي انا كزملكاوي. فكانت الاغنيه دعم لنادي الزمالك في اصعب اوقاته. جه بعدها بسنتين ثلاثه المقاويه ما كانش في مجلس اداره في النادي
ما كانش في حد هيقدر يعمل احتفال يليق بمقاويد الزمالك زي ما حصل مع النادي الاهلي. الاحتفال الكبير اللي اتعمل والتنظيم والحاجه المشرفه اللي حصل. فالزملكاويه زي عمر طاهر اللي هم الناس اللي بيحبوا الزمالك قرروا ان هم يعملوا احتفال جماهيري. فعمر عمل كتاب. انا عملت البوم اسمه زملكاوي انا، الكتاب اسمه زملكاوي انا والالبوم اسمه زملكاوي انا. الالبوم ده عملت 11 اغنيه فيهم مختلف الاشكال الموسيقيه يعني، وكان توزيع احمد عادل كلهم، وكلهم كلامي ولحني وبيتكلموا بقى عن الكوره وعن الطايره وعن السله وعن مش عارف ايه وكل الاحوال اللي ممكن مشجع الزملكاوي يحبها. خدت سنه بحالها اللي هي 2010 كلها، طلعت بره المزيكا خالص، سبت الناس اللي بتشتغل وتعمل وقعدت انا اعمل بقى 11 اغنيه واقرا. كانت المفارقه بقى ايه، المقاويه بتاعتنا كانت شهر فبراير 2011. فبعد ما خلصت الالبوم وضعت فيه السنه دي كلها، الثوره قامت فكل حاجه وقفت. فالالبوم ما خدش حق؟ لا هو ما نزلش بقى. نزلت بقى ساعتها، رحت انا اعمل يا بلادي في وقت انا بقى مش عارف انا جيت الاعلى ومن اين اتيت، انا مين بقى، ايه اللي هيحصل. الالبوم طبعا المقاويه اتعملت في شهر 5 بعدها، في شهر 5 او 6 ونزل الالبوم الحمد لله، والاغاني كلها الناس بتحبها، رايح في البلكونه وزملكاوي انا، والاغاني بتشتغل في كل احتفال النادي. القصد اقوله لك ان هو مش حاجه ليها عائد مادي او حاجه، اكتر من هي حاجه معنويه. الواحد مشجع زي اي مشجع، زي ما الاهلاويه بيحبوا الاهلي انا بحب الزمالك، فلو اقدر اعمل حاجه بعملها. بحبك يا زمالك، انا بحبك يا زمالك، وبحبك يا زمالك واموت فيك موت. وبحبك يا زمالك، بحبك يا زمالك، وبحبك يا زمالك بعلى الصوت. نروح لمرحلة تانية وهي الشغل مع الهضبة عمرو دياب. أيوة. انت عملت له اغاني كتير 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 وحلوه. باتش كنبه. انا مش جاي اقره. لا والله خالص، انا بس ما بظبط الاداء. انا مش بقر يعني. عملت له اغاني كتير كتير كفايه بقى يا عم. انا طب مثلا انا من الحاجات من الاغاني منهم اللي هي مثلا ماي فيفرت يعني زي ما انت، حاجه حته ثانيه زي ما انت دي، حريمي يعني. لا بس اغنيه فيها مشاعر جامده، حلوه قوي الصراحه. فممكن نتكلم شويه على التعاون مع هضبه، وازاي بتوصلوا لان انتوا تنقوا اغنيه كده مع بعض. عمرو دياب هو السهل الصعب، هو المعادله بتاعه السهل الممتنع زي ما بيقول. هو اهم صوت عربي من بعد عبد الحليم حافظ، من ناحيه مش من ناحيه النجاح بس والشهره العالميه، من ناحيه امكانيات الصوت. يعني عمرو دياب صوت ليه كاريزما، ليه قدرات صوتيه غنائيه كاحسن ما يكون. اختار دايما ان هو يبقى بايونير، وان هو دايما يعمل طفره في السوق من ناحيه الغنوه، من ناحيه المزيكا، من ناحيه الكلمه، من ناحيه الشكل، من ناحيه البوستر، من ناحيه كل حاجه. اختار ده وقدر يستمر فيه لمده يمكن 40 سنه مثلا حاجه زي كده، نمره واحد. وده صعب جدا، اللي بيقعد 3 سنين نمره واحد ده بيعملوا له تمثال في العتبه. فدخول عزيز الشافعي ليه مشروع عمرو دياب كان حدث مهم بالنسبه لي. وكنت بتحلم بيه مثلا؟ كنت طبعا كان في دماغي طبعا من زمان، بس انا ما طريقه شغلي تخليني ما اوصلش اللي انا عايزه بسهوله، لان انا ما ببعتش اغاني لحد وما بسعاش. كسول، بحب يعني بحب الحكايه تجيلي، ما بحبش انا كسول ولا خجول او خجول في الاساس. تحبش ان انت خجول جدا في الاساس، تعرض شغلك على حد. ما اقدرش اتصل بحد لغايه دلوقتي، من اول ما اشتغلت لغايه دلوقتي ما اقدرش اتصل بحد اقول له ممكن يعني اقعد معاك اسمعك اغاني، عمري ما عملت كده. ما بعرفش اعملها. الحمد لله وصلت للوقت ان انت ما تعملش كده. وصلت ببطء اللي انا كان المفروض اوصل له من زمان لاسباب كتيره منها الخجل دي. فانا ما بنصحش حد يعني لو هو بيتفرج ان لا، انت لو انت واثق في نفسك خش يعني. عشان عزيز مبتدي من بدري جدا 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 صح جدا من زمان. فلما دخلت عمرو دياب دخلت برده بدون قصد، مش انا يعني، كان اسامه الهندي عنده اغنيه يوم ثلاث كانت كلمات تامر حسين، فهو اللي سمعها لعمرو دياب، وعمرو دياب عجبته جدا ولقى ان فيها نقله لمنطقه جديده في مزيكة عمرو دياب مختلفه عن اللي قبلها، واللي بعد يوم ثلاث مختلف عن اللي قبل يوم ثلاث. في اخر 3 4 سنين هتحسي بيه يعني. بنتكلم على يوم ثلاث، قدام مرايتها، اماكن السهر، سهران، انت الحظ، بنتكلم على اغاني نجحت نجاح كبير جدا. وجوه المشروع ده كان في اغاني زي ما انت، اللي هي عزيز الشافعي راح فيها لعمرو دياب، مش عمرو دياب راح لمزيكه لالحان عزيز الشافعي. زي ما انت، هي اغنيه
عمروية، يعني لو سمعتيها من اي حد هتقولي دي عمرو دياب بيغنيها، وعشان كده هي من انجح الاغاني اللي احنا عملناها مع بعض. يعني بحس ان هي وانت الحظ، واغنيه مثلا زي الاعلان اللي لسه كسبان جائزه الذهبيه في الميدل ايست اللي هي اللي بينا حياه واكتر، اللي كانت موجوده في رمضان اللي فات، دي من اهم الاغاني برضو اللي انا عملتها، والحمد لله انا كسبانه جائزه من اسبوع بالظبط، اعلى جائزه في الاعلانات الموسميه في الميدل ايست. فهو مشوار فيه حوالي 15 او 16 اغنيه في 3 سنين، شايف ان ده يعني رقم كويس، واتمنى ان يبقى اكتر. يعني احنا السنه دي 2022 من اقل السنين اللي عملت فيها اغاني مع عمرو دياب. انا عملت زمن المجامله واللي بينا حياه واكتر بس. يعني انت شايف دول قليلين؟ قليلين اهو قاعد يخبط على الكنبه اهو. بخبط له ايوه، قال لك عشان خايف على عين، خايف من العين، فعادي خلاص زمن المجامله. انا دايما بقولها كتير، ويعني قلتها كتير وعايز اقولها تاني برضو، ان احنا عندنا عبد الوهاب، وعندنا ام كلثوم، وعندنا عبد الحليم حافظ، عندنا بليغ، وعندنا الموجي، وعندنا اسامي كبيره في التلحين وفي الغنى. بلا شك ان عمرو دياب مع الناس دي، بس احنا دايما ما بنشوفش عظمه الشخص وهو معانا. يعني دايما عندنا المشكله دي، ما بنحسش ان احنا عندنا شاعر كبير مثلا زي ايمن بهجت قمر مثلا، وسيناريست ومتعدد المواهب وبيعمل حاجات كتيره، عشان هو موجود معانا وقاعد في تويتر وبيبعت لنا وصاحبنا وبنسلم عليه وبنسلم عليه، فنحس ان هو عادي يعني. لكن هو واحد مهم، ما يقلش عن مرسي جمال عزيز، ما يقلش عن حسين السيد، ما يقلش عن العباقره اللي هم يعني بيتعمل لهم شنه ورنه ويستحقوا. لكن احنا معاصرين، احنا جيل دلوقتي فيه ملحنين وشعراء ومطربين وموزعين كبار عملوا تاريخ كبير والتاريخ هيفتكرهم، بس احنا عشان يعني معاصرينهم هلعبها معاك. أيوة. هي لعبة الخمس أسامي. أوكي. وأحلف لك من هنا للسنة الجاية إن الخمس أسامي دول مش متحضرين تماما. أنا أقول لك ولا اسم منهم متحضر. والله العظيم تلاقيه. ولا اسم منهم، هي هتيجي عشوائية، هي بتيجي والله كده. أنت هتقول اسم، أنا هعمل إيه بقى؟ أنت هقول لك الاسم، أنت هتقولي رأيك في الاسم. أوكي. ولو عندك رسالة للاسم. أوكي. تمام؟ وينفع أعمل باي باس؟ يعني لو هغير لك الاسم. أوكي. إيه رأيك؟ ماشي موافق. حميد الشاعري. حميد الشاعري هو رائد موسيقى العرب، مش مصر بس، في الثمانينات والتسعينات، وهو غير شكل المزيكا في مصر ورجع المصريين تحديدا يسمعوا الموسيقى العربيه بعد ما كانوا بيسمعوا انجلش بس، لما كانوا بيسمعوا مايكل ومادونا والناس دول. بالظبط هو اللي رجعهم حرفيا ان هم يسمعوا اغاني مصريه، ده حقيقه يعني. يعني الناس ترجع للتاريخ كده وصناعه الموسيقى كانت فين وبقت فين، فالراجل ده ليه فضل كبير على الموسيقى العربيه. عايز تقول له ايه؟ اقول له انت عارف ان انا من فانز بتوعك، وكنت عامل صوره على تيشيرتات كنت بروح بيها عادي اخرج بيها، يعني ان انا صوره حميد الشاعري اللي هي انا عارف كمان الصوره اللي هي ام قصه. صح؟ هي والله. ده في اي زمن الكلام ده؟ والله وانا في ثانوي في الثانوية. يعني عايز اعرف ايه الزمن اللي انت كنت طابع فيه صور في الثلاثينات بقى، ما كنا شباب في الثلاثينات. لا بس ايه رايك، انا عرفت الصورة ازاي؟ شفت لا هي الصورة عن اي صورة؟ هي الصورة. فبقول له كل سنة طيب وربنا يخليك لينا واحنا يعني تلامذتك يعني. طيب شارموفرز. شارموفرز من السكسسور او الناس الناجيين القليلين من المقصله اللي اتعملت للموسيقى بتاعت الاندر جراوند باندز، يعني احنا ما بقاش ما عندنا منهم، هم كانوا حوالي 57 فرقه تقريبا او حاجه، كانت سائد تساوي كل اسبوع في فرقه وليها فانز وليها مش عارف ايه، وكانت وعملوا هم وكايروكي وكذا فرقه يعني واسفلت وكذا فرقه، عملوا مزيكا حقيقيه جديده واصيله، عشان كده استمرت موجودة. بقول لهم يعني التحديات بتاعة المزيكا بتصعب كل شوية علينا وعليك وعلى كل المشتركين في هذا الصناعة في هذه الصناعة المجنونة يعني. بتمنى ان هم دايما يبقوا متجددين ودايما يعملوا حاجات حلوة تعجب. حلو جدا. بس غريب قوي يعني، جه حميد الشاعري لشارموفرز يعني. بالظبط كده، ما بقول لك هي والله بتيجي عشوائي. مش هتيجي حاجة انت متوقع. ما تقولي اسم، قولي انت اسم كده من الخمسة. لا انا طيبة. احنا هنا. انت احنا هنا. عايزة 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 تاخدي لك اسم؟ لا انا هتنازل في اسم. هتنازل في اسم.
لا اسم التالت برضه هو غير متوقع ولسه جاي في دماغي دلوقتي ما اعرفش جاي في دماغي ليه. عفروتو. انا هقول اسم عشان انا بحب الشخصيه دي. عفروتو بقول لك هيبقى تيجي كده والمصحف. لا بحب والله حاجات كلها دمها خفيف و... وعجبني ال برازيلي واصل عجبني الاعلام بتاع كاس العالم ده عجبني جدا. هو بسيط بس يعني عبقريته ببساطته. هو يمكن يعني الواحد لما بيعمل حاجه على طبيعته على سجيته زي ما من غير ما يركبها يعني تبان للشخص اللي عاملها انها حاجه عاديه بس هي للمتخصصين بتبقى حاجه مش عاديه. اوكي الرابع مش شخص الرابع جيل الملحنين بتاع دلوقتي جيل ملحنين 2020 21 22 هم اخر سنتين دول في جيل كده طلع جيل صغير 24 25 ممكن اقول لك اسامي منهم بس انت اكيد عارفهم وعارف انا بتكلم على مين طبعا عارفهم هتقول لهم ايه هتضحكوا ولا هتقول لهم ايه هقول لهم ان انا مبسوط جدا بيهم جدا واحنا كزملاء بيخشوا معانا في العراق ده يعني وهم برضو ملحنين كبار السن مش حاجه تقول لك ان ده ملحن كبير ولا صغير لا هم ملحنين كبار لانهم عندهم مزيكا جديده وعندهم اصرار وعندهم روح حلوه في شغلهم وناجحين على مستوى الميدل ايست مش على مستوى مصر بس فبتمنى لهم ان هم يستمروا وهم بيشجعونا احنا كمان ان احنا نجز وهم يجزوا وننافس ونبقى موجودين وهو ده المفروض يعني انا يعني لما انت تبقى جامد هتخليني انا اسخن ان انا ابقى جامد انا كمان وابقى موجود وانا لسه كنت بقول لك عبد الوهاب قعد نمره واحد 70 سنه او 80 سنه جه عليه اجيال وحوش يعني في ستينات جه طوفان ملحنين ملك حمدي محمد الموجي كمال الطويل منير مراد كان طبعا في محمد فوزي كان في فريد الاطرش تخيل الصراع كان عامل ازاي وفضل موجود وناجح فاتمنى ان انا يعني ابقى احزو حزو الناس دي واتمنى ان الملحنين الجداد دول يبقوا احسن مني كمان ما شاء الله ده رد من القلب اه طب ماشي مليون في المية في مصلحه الصناعه اه طبعا حلو جميل جدا وانا بس يعني اهم حاجه ان كله وعشان الناس اللي بتتفرج ده فعلا انا عارف ان هو من القلب عشان كده قلت هلعبه اللعبه دي عشان عزيز كمان جري ما عندوش مشكله يعني الكينج اخر واحد محمد منير طبعا محمد منير برضو برج الميزان زي حالاتي زي عمرو دياب زي بقى سلطان زي شيرين برج عنيف زي روبي برج صعب قوي روبي زي كارمن سليمان يعني احنا في عصابه كده زي ملك حمدي يعني في عصابه في برج الميزان كده اقول له طبعا يعني انا ما اشتغلتش معاك لسه واحنا كل ما نتقابل نقول لبعض عشان ما نشتغلش ليه شرف لاي حد ان هو يشتغل مع محمد منير محمد منير مطرب مصري اصيل يعني تعريف المصريه في صوت ومسيره محمد منير اشتغلتش ليه لا ما حاولتش برضو يعني بنفس الطريقه يعني لكن مؤخرا لا مركز ان انا اشتغل مع محمد منير واتقابلنا وان شاء الله يبقى في بينا حاجه وهو حاجه مشرفه لمصر يعني حاجه راجل عالمي يعني مش محلي محمد منير كلنا فخورين بيه هي دي اللي فضل لك على السي في لا انا السي في يعني طموحاتي ما ماشي بس فنتي انا بتكلم على على السي في بجد على السي في على كام على مصر مصر عايز قرفطه هات له يا جماعه قرفطه انا ايام النهارده مش والله عايز اروح حته ثانيه بس انت انت جاهز انا جاهز انت الجرفطه هتبقى جاهز والله ظبط طبعا الجرفطه عليا انا لا 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 عشان انت اكيد تعرفني كويس فانت عارف ان انا عندي حته يعني بتوعنا احنا اهم من اي حاجه يعني طبعا ارفع قبعتي وتحياتي لكل مطربين الوطن العربي بس انا مصري في الاخر طبعًا. يعني بحب بتوع بلدي يعني عشان كده بقول لك هنا كده السي في خلاص لا محمد منير طبعا مهم جدا في السي في لاي ملحن يعني مش لعلي الشافعي بس وغيره يعني كل الاصوات الحلوه اللي بتغني كويس احب ان انا اكون موجود معاهم حتى لو حد جديد يعني انا الصوت هو اللي بيحركني يعني شيرين انا ما عملتش لسه اغاني مع شيرين هتعمل تصدق ده بقى لو كان اداني الخامس انا كنت هسالك على شيرين كنت عايزاك تقول لها برده مسج وتقول لنا شيرين كلمه عن شيرين قعدنا قريب كذا مره واحنا دماغنا قريبه من بعض وفي بنحب نفس طريقه التلحين ونفس الاغاني انا حاسه ان انتوا لو عملتوا اغنيه هتبقى حاجه ان شاء الله نعمل حاجه مختلفة. تبقى حلوه مختلفه وصوت اي حد يتمنى انه يشتغل معايا طبعا يعني لان هي عندها اهم حاجه اللي هو الاحساس طبعا فتعرف توصل جبار. اللحن اللي انت عايزه جبار وصوت جبار وحاجه احنا كمصريين ما نقدرش نستغنى عنها ونحبها دايما متصدره لانها بسهوله ممكن تبقى نمره واحد في الميدل ايست كله
عزيز الشافعي بيحضر لإيه الفترة الجاية للمطربين ولنفسه؟ لأن أنا شايفة أن عزيز الشافعي لسه هيكمل يغني تاني ويعمل حاجات مختلفة تاني. لا مش هغني قريب يعني, مش في دماغي قوي. وده مع ان انا برضو ميزان, فممكن بكره اقول لك لا انا هغني على فكره. بس انا دلوقتي حالا عنيف. دلوقتي حالا شايف ان الغناء يعني معطل, يعني عشان تعملي اغنيه كان موضوع مرهق قوي, واروح اعمل فيديو كليب واحضر يعني. طب هي ولاد ناس نجحت بالشكل اللي انت عايزه ولا لسه حاسسها لسه محتاجه دعم اكتر او بلان اكتر؟ ما كانش في عندي شكل, ما كانش في عندي شكل عايزه بعينه, لان انا ما بحبش اصنع نجاح يعني, او يعني مش عارف الناس هتفهم ده ولا لا. بحب الحقيقه يعني, ما بحبش يعني بسهوله ممكن اخلي الاغنيه تبقى يعني عامله ارقام غريبه وبتاع. لا الترند, لا الترند بيبقى حقيقي, لكن انا بتكلم على الارقام. فكان في دماغي ان انا اوصل مسج موسيقيه للي في الصناعه وللناس اللي بتحب عزيز الشافعي, وشايف انها وصلت بشكل او باخر. ما كانش هدف فيها النجاح الساحق يعني, على قد ما هدفي ان الناس تقول اه لا حاجه كويسه او حاجه تخليني افكر في حاجه. اوكي, فهي حققت اللي انا عايزه. طيب نرجع لسؤالنا بقى, بتحضر لايه الفتره الجايه؟ بشتغل مع كل الناس اللي انا اشتغلت معاهم, وبحاول اشتغل مع ناس جداد برضو, بنكسر مع بعض الناس الجداد يعني على السي في بتاعتي. ما فيش اسامي اقدر اقولها لك, لكن شغال مع كل الناس يعني. بعد النجاح اللي نجحته مع خالد سليم زمان, ما فكرتوش ترجعوا تتعاونوا مع بعض تاني؟ ان شاء الله يبقى قريب برضو بقى يعني. خالد وش الخير عليا في الاول. بلاش الملامه كانت اول اغنيه تقريبا. بلاش الملامه دي قعدت فتره يعني. حتى كمان ساعتها ما كانش فيه سوشيال في مدرسة ميديا. صح مثلا؟ كنت حاجه حلوه صغننه, بس انا كان مهم السؤال ده عشان كده سخنه قوي يعني. انا حاولت تجيبيها من بدري وبتحاولي دلوقتي. تخيل بقى ان انا صغيره وبرده علمت معايا. لا خلي بالك يعني, بقى لها 20 سنه الاغنيه, فلما تبقى اغنيه بقى. شفت بقى, كنت انت لسه ما اتولدتيش. لسه مش عايز يكلمني ومخاصمني, لسه مش عايز يكلمني وزعلان مني. لما اغنيه تقعد 20 سنه والناس تبقى عارفاها, ويطلع خالد لغايه دلوقتي في الحفلات ويغنيها والناس تقولها معاه, ده اللي بتكلمكم عليه, ان الرهان دايما على الاستمراريه. يعني انت ما بتعرفيش امتى الحاجه دلوقتي الا بعدين, عشان خاطر لما تقولي يا اغنيه سيد درويش اللي عملها سنه 1930 زوروني كل سنه مره لغايه دلوقتي بتتغنى. احنا كمان محتاجين كجيل ان الناس تستنى علينا 50 60 سنه. صحيح مش هنبقى موجودين, بس هتبقى فيه لينا اغاني موجوده, وده هو النجاح الحقيقي, مش نجاح الترند, مش نجاح خمس دقايق. ما عشان كده بقول لك انا بلاش الملامه بنسمعها لحد دلوقتي, بنسمعها في مناسبات, بنسمعها في صح. اماكن بنسمعها كتير. فالاغنيه اللي نجحت قوي كده, فالتعاون ما بينكم فيه كيمستري. فانا حاسه ان انتوا لو رجعتوا تعاونتوا تاني انت والفنان خالد سليم, اكيد هيبقى فيه. الاخير بتاعك ده انت نصبه نصب, ده انت نصبه نصب يعني. لازم اتكلم يا عزيز برضو, معلش دي حبيبتي يا صاحبتي اختي والله يعني. انا يعني عندي شويه اسئله يعني. اسالي يا حبيبتي يعني. مفيش بس خلاص بقى, هنخليه المره الجايه بقى الجزء الثاني. نعمل جزء ثاني, احنا هنخليه يغني ونلعب معاه واحده. طب اطلب برضه الاغنيه ولا ما اطلبش؟ هلعب معاه. انت اطلبي زي ما انت عايزه, انا محضر حاجه غداره اصل انا راجل غدار بطبعي يعني. اوكي. لا انت اللي العبي انت. اطلب؟ اه شوفي انت عايزه ايه. هو عايز يعمل ايه؟ انا عايزه اللي هي بتبقى الميكس اللي هو بيدخلوا الاغاني في بعض مع العود كده, ولا هي الميدلي اسمها, عشان انا ما بفهمش. يا لهوي ميدلي. اه انت عارف المانشيت بتاع عزيز الشافعي يغني مش عارف ايه, عارف دي؟ هي دي. بس هي صعوبتها ان انا مش فاكر الاغاني يعني. انا ابدي اعجابي الاول بالعود اللي عليه يا عزيز, اخدت بالك من التفاصيل؟ دلوقتي عجبناكم ما كنا حلوين ومعاكم, فجأة الشوق جابكم, طب ايه كان مشاكم؟ دلوقتي عجبناكم ما كنا حلوين ومعاكم, فجأة الشوق جابكم, طب ايه كان مشاكم؟ ايوه احنا احلوينا, لا وكمان بقينا صعب يخش علينا كلمة ودمعتين, كنا زمان حاجة تانية غلب وطبت الدنيا, كنا بنيجي في ثانية كنتوا ساعتها فين؟ الحلق اللي عامل قلق اعذره قلبي لو اتسرق, بحلف وبقول على الملأ
اللي سبق ده غلطان، دي عليها لفت سلسلة والرجعة من مشكلة. يعني يا بخت اللي اشترى، اصل اللي اشترى كسبان. بالورد دي متعطرة، لا مرسومة بالمسطرة، والخطوة دي متمخطرة تمشي وتعمل قلبان. والشعر عامل منحنى عالخصر نازل متنا، انا شفت كده ومتنا، انا كده بوصف ملكة قدام مرايتها. عادي تتدلع براحتها، بستناها وبستعجلها، تضحك لي وابص لها، تختار الوانها، تسأل عن رأيي فستانة. طب اختار ازاي وجمالها بيحل الدنيا بحال. الله الله. ثلاث اغاني اهو خلاص. انا كده تمام. ثلاث اغاني دول بتوعك انت. اه اتفضل. خلاص سيبنا من طلبي، انا في حاجه شدتني كده فهعملها عشان ارتاح نفسيا. مكانك يا راجل. حبيبي حبيبي. زي ما انت ماشي. انت بتدندن ده. الله. شوف 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 شوف. عزيز عزيز احبه مره انا. عزيز كمان بالخطين والموضوع كبير. نفسي البس فانيلا فعلا العب في الزمالك. ده بجد؟ اه والله. ايه ده، دي انا ما كنتش اعرف كده. كان نفسي تلعب كوره حلوه اصلا؟ كنت بلعب في اليوبلس، لعبت في اليوبلس تحت 15 تحت 17. كنت عايز اكمل بقى في الكوره بس ما كملتش. ولسه بيلعبوا لغايه دلوقتي؟ بنلعب اه مع اصحابنا. ايوه بالظبط كده. بجيب لكم فيديو لو عرفت يعني. أيوة. عشان بشوف حاجات بتبقى عسل. غريب. فضايح. بتبقى جامد بتبقى جامد. طيب حاجتين في السريع جدا. اغنيه لنادي الزمالك، وبما ان صاحب القناه دي زملكاوي فعايزك توجه له رساله يعني انت بطريقتك انت، عشان بقى يبقى فعلا جرفطه بجد ويزيد مرتبي وبتاع والحاجات دي. انت تلعب على كبير. عشان يبقى اسمي ايه، بيقول لك بوب بيعرف يطبل. لا 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 خالص والله كده يعني. لا مبارك لهاني العتال طبعا على القناه، وقناه جميله وواعده وحاجه كويسه ان هو يخش في الاعلام، يستثمر في الاعلام يعني، ويبقى ليه قناه قويه زي كده يعني، دخول قوي وبدايه قويه. واتمنى له كل التوفيق. اتمنى له كل التوفيق يعني كمصري مش كزملكاوي بس يعني. قلب جميل. قلبي الزمالك جوه قلبي، بقولها ومش بخبي، هو ده الحب اللي انا اتربيت عليه. انسوا اني ابعد عنه، انسوا لو تشوفوا لو تحسوا، الزمالك جالي عندي قد ايه، الفانيلا البيضا خطين حمر، انا هفضل احبها طول العمر، انا هفضل احبها طول العمر، زملكاوي انا انا. الله عليك حبيبي. والله جميله جدا. الدوري ان شاء الله في الجزيره ان شاء الله السنه. ان شاء الله ان شاء الله زي اللي قبلها. اللي قبلها واللي قبلها. الدوري اهلاوي. الدوري اهلاوي. النصري يحلق. النصري يحلق. حلك ان شاء الله. نورتنا يا عزيز. انتم منوريني والله. ميرسي. شاكر جدا على الحلقه حلوه. شكرا ليك. نورت عيش سعيد، وكانت حلقه استمتعنا فيها فعلا. والمزيكا حلوه، وان شاء الله تعمل مزيكا احلى واحلى. ونسمع لك كمان اغاني، لان الاغنيه علمت ولسه هتعلم اكتر شاء الله. وان شاء الله نسمع منك اكتر واكتر. شكرا ليك. شكرا. نشوفكم في حلقة جديدة من عيش سعيد. باي باي. عيش سعيد لو حياتك جديدة. عيش سعيد.